أكثر من 16 ألف دراجة نارية مخالفة للضوابط القانونية حجزتها مديرية المرور العامة منذ بدء حملتها ضد المخالفين، غرامات مالية تصل إلى 150 ألف دينار وحبس لمدة تصل 6 أشهر للمخالف، أمر وضع أصحاب الدراجات في حيرة بسبب اعتماد البعض منهم عليها في كسب الرزق وآخرين للتنقل. قائد الدراجة الذي لا يملك إجازة سوق مختصة بقيادة الدراجة النارية يحال إلى المحاكم المختصة والعقوبة من شهر إلى 6 أشهر في قانون المرور العراقي فقط لعام 2017. فقط لعام 2017 بأن هنالك 15555 حادث اصطدام سجل لدينا في مدينة بغداد وحدها من حوادث الدراجات النارية، يروح ضحيتها آلاف المواطنين الكرام بسبب سوء استخدام الدراجة، كذلك المساءلة القانونية لصاحب المركبة الذي لا حول له ولا قوة. سجلها إذا قرار وقانون سجلها. كم وصل تقريبا قصتك بالفترة الأخيرة؟ أكثر من 120، يعني 4 مرات. بس أنت مضطر لأن عندك أعمال وعندك شغل. ليه مضطر؟ يعني جازة مالها 60. يعني المنفيست مالتها وأوراقها موجودة؟ كل شيء موجود. أوراقها كاملة ويتغرمون يعني. زين راجعت المرور قدمت على راجعت معك يعني. شو يقولوا لك؟ تسجل؟ تسجل بس المية ولازم بس المية تسجل، الستين ما تسجل. وأثناء تواجدنا الميداني لإعداد التقرير وثقنا لحظة وقوع حادث بين دراجة نارية وإحدى سيارات الأجرة، وهذا هو أحد الأسباب التي دفعت المرور لشن الحملة ضد الدراجات التي غزت شوارع العاصمة بمئات الآلاف. أي توابو دراجة يعني سيارة يمشي ودست بريك، هو يباوع هيكي التفت داس بريك طب يا رأسن نزلت له يا ابو شنو الحمد لله على السلام. لا قال ابا حكي، قلت له ادي شلون تباع غير سياره احنا لايق اللي انت لازم تبريك قدامي. 11555 حادث مروري، احصائيه رسميه للعام 2017 فقط تبين حجم الحوادث في عموم محافظات العراق، والجزء الأكبر منها بسبب الدراجات النارية وعدم التزام سائقيها بقواعد السلامة والمرور. من بغداد جابر جمال، الرشيد الفضائية.